برحب بكم من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومعي في هذه اللحظات استاذ احمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه البريد المصري للاستثمار. في البدايه طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي والف مبروك على هذه الشراكه. بارك فيك. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. عايزين نتكلم اكتر عن هذه الشراكه ودور كمان طبعا البريد المصري. البريد المصري دوره ان هو يتمثل في دعم مشروع استادات والخطه الطموحه لفتح نوادي في محافظات مصر ال 16 نادي الحاليين، وان شاء الله نتطلع لزياده هذا العدد في القريب العاجل. احنا دخلنا في زياده راس مال لتمويل اعداد وتاهيل هذه الانديه وتطويرها. بنتكلم دلوقتي مع شركه استادات ان احنا نقدم البرامج التنمويه المختلفه زي تمكين المراه، زي المشروعات الخاصه بالمواهب الرياضيه. بنفكر في التعليم الطبي في التعليم الرياضي في الصحه، استغلال هذه المراكز ان احنا نقدم رعايه صحيه برضو لاعضاء سيتي كلاب في كافه انحاء الجمهوريه، بحيث ان احنا نرفع من مستوى الهدف بتاعنا، نرفع من مستوى النمو البشري للجمهوريه، جزء اساسي من خطه التنميه المستدامه الخاصه بسياده الرئيس 2030 ان شاء الله. يعني زي ما حضرتك قلت هيكون في تطوير شامل لابطالنا الرياضيين، حضرتك شايف ازاي بقى هينعكس على ابطالنا الرياضيين؟ ان شاء الله هو ايجاد مجتمعات نوادي صالحه فيها مدربين ناس متخصصين ذات كفاءه في المحافظات، طبعا ده هيساعد ان انت تكتشف المواهب ودعم المواهب دي نفسيا، ولما يدخل نوادي يدخل المنشات يلاقيها حاجه جميله يقدر هو فعلا يبقى مبسوط بتواجده فيها، وطبعا بتاثر عليه ايجابيا في أدائه الرياضي او اي 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 نوع من انواع زي ما بيقولوا عليها التالنت بتاعه. يعني نشوف هو كويس فيه يجي النادي وممكن يطلع فنان، ممكن يطلع. احنا عايزين نهيئ البيئه دي لاي موهبه موجوده في مصر انها تزدهر وتنمو ان شاء الله. احنا عارفين ان كمان هدف هذه الشراكة مش بيقتصر بس على مصر، ويمكن دي اول تجربة للاستثمار الرياضي بمعنى الاحترافي. حضرتك شايف ده ازاي هينعكس على صورة مصر في الخارج؟ هو يا فندم احب انوه ان مبدئيا دي لو احنا هنتكلم في ارقام، هي تعتبر من اكبر استثمارات في النشاط الرياضي في منطقة الشرق الاوسط السنة دي خلال السنة دي، واحنا نفخر بالموضوع ده. احنا طبعا علاقتنا البريد المصري بالدول الافريقيه علاقه وطيده جدا لو حضرتك تعرفي، وده يعني بعد ما نبيت الى اسره البريد المصري اكتشفت ان العلاقه بين البريد المصري والدول الافريقيه جيده جدا، بنحاول نستغلها ان احنا نطور العلاقات بيننا وبين الدول الافريقيه المختلفه. الدول الافريقيه طبعا حابه الموديل جدا بتاع استادات ما شاء الله. موضوع النوادي المجتمعيه اللي عندنا في مصر ده حاجه مش موجوده كتيره بره، ده تعتبر براءة اختراع لمصر انا اعتبرها يعني، والناس تتطلع للموضوع ده. طبعا دول أفريقية بتتكلم معانا بتشوف الموديل، بس احنا قلنا ايه، خلينا الاول نفتح فروعنا اللي موجودين في مصر، وفي نفس الوقت يكون وصلنا لمستوى من التشغيل الاساسي لخدمه الشعب المصري، وفي نفس الوقت بنحاول نتبادل مع الدول الافريقيه الخبرات ونفرجهم على الحاجه، وان شاء الله لو في عائد جيد ان شاء الله اقتصادي ومعنوي احنا ما عندناش اي مشاكل نروح اي دوله افريقيه، وربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا وببارك لحضرتك مره ثانيه. جدا اشكرك جدا، شرفتونا. اشكرك جدا. يعني ده كان لقائي طبعا مع استاذ احمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه البريد المصري، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا هنا.